الاكس ري تيوب هي قلب جهاز الاكس راي، هي اللي بتجنريت الاكس راي اللي احنا بعد كده بنستعملها علشان نقدر نطلع بيها الصور اللي احنا محتاجين ان احنا ناخدها. لو احنا حبينا نحلل تركيب الاكس راي تيوب هنقدر ان احنا نقول ان في عندنا جزئين اساسيين، حاجه بنسميها الاكسترنال ستراكشرز، حاجه اسمها الانترنال ستراكشرز. الاكسترنال ستراكشر تتكون من سبورت ستراكشر، بروتكتيف هاوسنج، جلاس اور ميتال انكلوجر. الانترنال ستراكشرز هي بيسكلي فيها التو بيسك كومبوننتس اللي هم الانود والكاثود. نبدا بالكلام على الاكس راي تيوب سبورت ستراكشرز. بيسكلي بنتكلم على الاكس راي تيوب والهاوسنج اللي هي محطوطه فيه. كل الكلام ده الحقيقه بيبقى فيري هيفي، بيبقى يعني وزنه بيبقى تقيل للغايه. فلو احنا بنتكلم على يعني حاجه بالحجم دوت، لو احنا بنتكلم على ان التكنولوجيست المفروض يهاندل الاكس راي تيوب عشان يوجهها للاتجاه اللي هو عايز يصور فيه، او عايز يحركها فوق او يحركها تحت او يحركها يمين او شمال، الحقيقه لازم يكون في سبورت ستراكشر عشان يسمح بالحركه دي بشكل يكون فيه سهوله. فالحقيقه بنلاقي ان احنا عندنا عدد من الاشكال بيبقى فيها الاكس راي تيوب، بتبقى يا اما راكبه في السقف سيلينج، يا اما موجوده على يعني حاجه زي مثلا سبورت ستراكشر كده موجوده على الوول، يا اما ممكن يبقى في عندنا حاجه زي سي ارم بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. فطبعا هنا ده بيسمح ان هو الاكس راي تيوب تتحرك فوق وتحت من غير اي مشكله خالص، ممكن هي برده توجه يمين او شمال او تتغير اتجاهها، بدل ما تكون بتدي اكس راي على الاتجاه اللي هو السفلي دوت، ممكن يبقى تعمل برده اكس راي باتجاه افقي بحيث ان يصور مثلا على يعني البيشنت يبقى واقف مثلا يعمل تشيست اكس راي مثلا على يعني فيلم او ايمج ريسبتور محطوط هنا مثلا. نفس الكلام بالنسبه لهنا، ده ممكن يصور هنا على تيبل، ممكن برضو ده يبقى روتيتد بحيث ان هو في الاخر يعمل صوره لشخص واقف على الحائط مثلا قدام الايمج ريسبتور بالشكل ده كده. الشكل بتاع السي ارم الحقيقه بيبقى فيري كونفينينت عشان هو فيه الريسبتور الاكس راي تيوب والريسبتور الاثنين موجودين في قصاد بعض بالشكل ده كده. فبالتالي بيسمح لنا ان احنا نقدر نحركه يعني في الاتجاهات اللي احنا عايزينها من غير ما يكون في عندنا اي مشكله، بيستعمل نفس اللي هي السي ارم دي نفسها تتحرك بحيث انها تبقى افقيه او راسيه او مايله باي شكل احنا عاوزينه، بحيث ناخد الصوره بالشكل اللي الطبيب يفضل ان هو يشوف الصوره فيه. فبالتالي دي تبقى فيري كونفينينت. واكشوالي في بعض الاجهزه بتاعت السي ارم بالذات بتبقى موبايل، يعني ممكن تتحرك، يعني ممكن تبقى كل الجهاز نفسه يتحرك، ممكن هو يدخل غرفه عمليات، ممكن هو يتحرك من مكان لمكان داخل المستشفى. فالحقيقه في كل الاحوال السبورت ستراكشر هو مهمته ان هو يسهل على الراديولوجيكال تكنولوجيست ان هو يستعمل الجهاز بتاع الاكس راي ويحرك الاكس راي تيوب اللي هي ثقيله جدا جدا، يحركها في اي اتجاه بحيث ان هو ياخد الصوره بالشكل اللي هو شايفه.